حلوين. يا رب تكونون بصحة وسلامة، وياكم مسنور من مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق، مادة العلوم الصف السادس الابتدائي، ورح نستمر بمراجعة الوحدة الثانية الدرس الثالث الجهاز العضلي وصحتي. سأكون في نهاية هذا الدرس قادرا على أن أعرف الجهاز العضلي وأبين تراكيبه، أوضح آلية عمل العضلات، أستنتج العلاقة بين الجهازين الهيكلي والعضلي، أصنف العضلات حسب طبيعة عملها، أمارس عادات صحية تسهم في الحفاظ على صحة الجهاز العضلي وسلامتي. الصورة اللي أمامكم لاحظ أنه هذا رفع الأثقال، أنه شنو اللي يساعد على رفع هذه الأثقال؟ بالتأكيد أنه عضلات، نعرف أنه اللي يلعبون كمال أجسام بناء عضلات، نلاحظ أنه تكون عندهم عضلات كبيرة وبالتالي قادرين على رفع الأثقال. هسه نجي على صفحة 68، أقرأ وتعلم الفكرة الرئيسية. الجهاز العضلي من أجهزة الجسم العضلي، حبايبي من اسمه عضلي، إذن عضلات، يتكون من العضلات، من أقول هيكلي أو عظمي يعني عظام، من أقول جهاز عصبي يعني من أعصاب وهكذا. إذن الجهاز العضلي من أجهزة جسم الإنسان يتكون من مجموعة من العضلات المختلفة في النوع، المفردات، العضلات والعضلات الإرادية والأوتار والعضلات اللا إرادية. ما الجهاز العضلي وما أهميته؟ يؤدي الإنسان في حياته اليومية العديد من الأنشطة والوظائف، ومن هذه الأنشطة الحركة، ويعد الجهاز العضلي أحد الأجهزة المسؤولة عن الحركة، ويطلق على الجهازين الهيكلي والعضلي اسم الجهاز الحركي. علينا نتابع هذا الفيديو. تعمل العضلات الهيكلية بمساعدة العظام والمفاصل على تأمين حركة الجسم. فعندما نقوم بنشاط رياضي مثلا، أو أي نشاط آخر، نستدعي عضلاتنا للقيام بذلك، فهي العضو المسؤول عن الحركة. ونشاط العضلات يبدأ في فترة مبكرة من حياة الإنسان. وقد سميت هذه العضلات بالهيكلية لأنها تلتصق بعظام الهيكل العظمي، وهي عضلات حمراء اللون مخططة تتكون من حزم ألياف، وهذه الألياف هي خلايا طويلة تؤمن عمليتي التقلص والارتخاء لتتم الحركة. هناك أنواع عديدة للعضلات الهيكلية، فمنها المسطحة كعضلة لوح الكتف، وعضلات الصدر، والعضلات التي تؤمن حركة العين، وعضلات الوجه. ومنها الدائرية مثل عضلة الفم والعضلة المحيطة بالعين. ومنها العضلات المغزلية، وهي الأكثر انتشارا في الجسم، وهي عضلات مخروطية تتكون من جسم ينتهي برأس أو عدة رؤوس. هذه مثلا عضلة الساق، وهي عضلة ذات رأس واحدة، وهذه العضلة الأمامية للعضد، وهي عضلة ذات رأسين، وهذه العضلة الخلفية للعضد، وهي ذات ثلاثة رؤوس، وعضلة الفخذ، وهي عضلة ذات أربعة رؤوس. كما لاحظنا، فإن العضلة المغزلية تتكون من جسم في طرفها رأس أو وتر، ويمكن أن تتعدد هذه الرؤوس. العضلات الهيكلية تخضع لإرادة الإنسان، وهي تعمل بطريقة مزدوجة، إذا تقلصت عضلة ارتخت الأخرى، وبذلك تتم الحركة.
ومثال ذلك حركات الطرف العلوي. هذه حركة انعطاف تتقلص فيها العضلة الأمامية وترتخي العضلة الخلفية. وهذه حركة بساط تتقلص فيها العضلة الخلفية وترتخي الأمامية. يمكن أن تصيب العضلات بعض الحوادث نتيجة جهد عضلي كبير أو نتيجة القيام بحركة دون إحماء. فينتج عن ذلك ويسمى هذا الحادث بالتمدد العضلي. وإذا كان الجهد أقوى يمكن للشعيرات الداخلية للعضلة أن تتمزق وتحدث بقعة زرقاء وتسبب ألما حادا، ويسمى هذا الحادث بالانفصام العضلي، ويبقى تمزق الألياف العضلية. إذا لاحظنا بهذا الفيديو الجهاز العضلي بالتفصيل، ولا قلنا أنه جهاز الهيكل والعضلي سوا يسوي لنا جهاز الحركة، يعني جهازين عمل عضلي مع الهيكل يكون اسم الجهاز الحركي. يتكون الجهاز العضلي من مجموعة من اسم عضلي، مجموعة كبيرة من العضلات التي تكون الهيكل العظمي للجسم وتحرك أجزاء وتعطي الشكل والمرونة. لاحظت مرونة وحركة وشكل الجسم كله يعود إلى العضلة. فالإنسان لا يمكنه الركض أو التنفس حتى الشرب من دون العضلات، والعضلات نسيج عضلي قوي يحرك العظام، وتكون العضلة مجموعة كبيرة من الخلايا العضلية، ويؤدي انقباض العضلات وانبساطها إلى حركة العظام. ما أنواع العضلات حسب موقعها؟ الجواب عضلات داخلية وخارجية. هل يختلف عدد العضلات بين رياضي كمال الأجسام والشخص العادي؟ كلا. لماذا؟ لأن عدد العضلات حبايبي، عدد العضلات، عدد خلايا العضلة ثابت، لكن اللي يختلف هو فقط الحجم. الحجم عندنا يكون عادي، بس عند كمال الأجسام أو عند اللواعيب الرياضة، يعني أشخاص يلعبون رياضة أو كمال أجسام بناء أجسام، راح نلاحظ عضلاتهم تكون أكبر. هسه نجي على صفحة 69. ما العضلات وأنواعها؟ أول شيء العضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية، هكذا تقسم العضلات. العضلات الإرادية هي العضلات التي ترتبط من اسمها إرادية، إذا نحركها بإرادتنا، فإذا ترتبط بالهيكل العظمي التي يمكننا أن نتحكم بحركتها، لهذا السبب سميت بالإرادية. هذا طبعا سؤال. ومن أمثلتها عضلات الذراعين والقدمين، حيث ترتبط بالعظام عن طريق تراكيب تدعى الأوتار. لاحظنا أن العضلة شلون ارتبطت بالعظم؟ بواسطة الأوتار. وتوجد العضلات الإرادية بأشكال مختلفة، قد تكون طويلة كعضلات الساقين وقصيرة كالتي توجد حول العمود الفقري، أو عريضة كالتي موجودة في البطن. إذن طويلة موجودة في الساق، هذا هو الوتر اللي يربطها يكون بطرف العضلة. هاي هي القصيرة الموجودة بالعمود الفقري، وهاي العريضة الموجودة في البطن. طبعا هاي العضلات الموجودة في المعدة، من احنا ما نتحكم بالمعدة، لهذا السبب العضلات الموجودة في جدار المعدة عضلات لا إرادية. هاي العضلات أعتقد أنه إحنا شايفيها. فإذن العضلات اللا إرادية أين توجد؟ العضلات اللا إرادية هي العضلات التي لا يمكن للإنسان أن يتحكم بها وحركة، لذلك سميت باللا إرادية. وتوجد هذه العضلات بالأعضاء الداخلية لجسم الإنسان مثل القلب والمعدة. إذن ما أنواع العضلات من حيث طبيعة عملها؟ الجواب إرادية ولا إرادية. كيف ستتغير حياة الإنسان لو كانت جميع عضلاته لا إرادية؟ أكيد الجواب لن يتمكن الإنسان من إزاء العديد من الوظائف في المشي والكلام. هسا عندنا صفحة 70. كيف أحافظ على صحة الجهاز؟ أولا ممارسة الرياضة اليومية تساعدنا على النشاط، وبالتالي تجعلها أكثر قوة للعضلة. عدم القيام بالحركات العنيفة والمفاجئة اللي ممكن تحدث تمزق مثل ما شفنا بالفيديو. تجنب الوقوف مدة طويلة، لأن هذا حيتعب عضلات الساقين ولا آخر. عدم مشاهدة التلفاز واستخدام الحاسوب لمدة طويلة، لأن يجهد عضلات العين. عندنا سؤال، أسمي 4 ألعاب رياضية، 2 منها مفيدة والآخران مؤذية للعضلات. الجواب ركوب الدراجة والمشي، هاي رياضة مفيدة. أما المصارعة والكاراتيه تعتبر ضارة. لماذا ينصح الأطباء أو مؤذية مو يعني ضارة؟ لماذا ينصح الأطباء بضرورة تناول اللحوم الحمراء بنسبة كبيرة؟ الجواب لأن في مرحلة النمو الأطفال يحتاجون اللحوم الحمراء، لأن راح تدخل في تكوين العضلات، لأن الطفل في بداية النمو مالته، يعني عضلاته دا تنمو، فيحتاج إلى اللحوم الحمراء لكي تنمو عضلاته بشكل صحيح.
هسا عندنا صفحة 71 حل مراجعة الدرس. أولا، مما يتكون الجهاز العضلي؟ الجواب: يتكون من مجموعة من العضلات والأوتار. ثانيا، ماذا تسمى العضلات التي ترتبط بالهيكل العظمي؟ الجواب: العضلات الإرادية. ثالثا، ترتبط العضلات بالعظام عن طريق تراكيب ما هي؟ الأوتار. الجواب: الأوتار. رابعا، أصنف أعضاء جسم الإنسان؟ أعطيكم القلب والساق والذراع والمعدة. طبعا بالعمود الأول حنكتب إرادية، نخلي بها يعني الجواب راح نضعها، نضع الساق والذراع. بالجهة العمود الثاني نكتب لا إرادية، راح نضع القلب والمعدة. خامسا، تكون العضلات التي ترتبط بالعمود الفقري؟ اختيار جيم، تكون قصيرة. سادسا، من أي نوع تتكون عضلات الوجه؟ الوجه، اختيار ألف، إرادية. أما سابعا، هل يتوقف الجهاز العضلي عن العمل في أثناء النوم؟ الجواب: فقط العضلات الإرادية تتوقف عن العمل، أما العضلات اللا إرادية فتستمر في العمل. يعني القلب يستمر بالعمل، المعدة تستمر أكيد، بس راح يتوقف في عضلات الإيد، لأن إحنا بعد ما نحرك لا إيدنا ولا وجهنا يعني نبتسم، أو ولا حنحرك رجلنا ولا حنحرك فخذنا، فبالتالي حيتوقف يعني عضلات الإرادية راح تتوقف، لأن نمنا إحنا بحالة نوم، لكن العضلات اللا إرادية كعضلات القلب والمعدة تستمر بالعمل. راح نجي هسه نكمل مراجعة الفصل صفحة 73. أولا، أكبر أجزاء الدماغ فراغ؟ الجواب الأول المخ. ثانيا، تعد العضلة القلبية من أنواع؟ الجواب العضلات اللا إرادية. ثالثا، يتكون القفص الصدري من؟ الجواب الأضلاع وعظم القص. رابعا، العضو الذي تنتشر منه الأعصاب المحيطية؟ الجواب الحبل الشوكي. خامسا، تركيب مرن يغلف نهاية العظم؟ الجواب الغضروف. سادسا، تحيط بفراغ بالدماغ وتحميه من الصدمات والمؤثرات الخارجية؟ أكيد الجواب هو الجمجمة. سابعا، تراكيب عظمية قرصية الشكل يتكون منها العمود الفقري؟ الجواب الفقرات. ثامنا، فراغ تركيب عظمي يربط عظمتين مع بعضهما؟ إذن جواب المفصل. هسه تاسعا، عندنا ما أطول عظام الجسم في الإنسان؟ الجواب جيم الفخذ. عاشرا، ما العضو العضلي بين أعضاء جسم الإنسان التالية؟ عضو عضلي الكبد، لو المعدة، لو الرئة، اختيار با المعدة. داعش، ما العضو الذي يحتوي على أكبر عدد من العظام؟ الجواب جيم اليد. داعش، ما وظيفة كل من الجهاز العصبي؟ الجواب لتنسيق الجواب الجهاز العصبي يعمل على تنسيق عمل الجسم وجميع وظائفه. أما الجهاز الهيكلي فوظيفته الدعم والإسناد والإسناد وحماية الجسم. والجهاز العضلي وظيفته إعطاء للجسم شكله الخارجي والحركة والمرونة. 13، ما أقسام الجهاز الهيكلي؟ الجواب الهيكل المحوري، ويتألف من الجمجمة والعمود الفقري، والهيكل الطرفي، ويتألف من الأطراف العليا وحزام عفوا الكتف والأطراف العليا وحزام الحوض والأطراف السفلى. هسه راح نجي على سؤال 14. عندنا ماذا سيحدث لو كانت الأعصاب في جسم الإنسان غير متصلة بالعضلات؟ يعني إذا الأعصاب غير متصلة بالعضلات إيش راح يصير؟ لن يتمكن الإنسان من الحركة، وستتوقف بعض أعضاء جسمه عن العمل. إحنا قلنا الدماغ هو المسؤول على جميع فعاليات حياتنا. زين، إذا ماكو أعصاب يعني ما متصلة بالعضلات، معناتها راح نستمر في الحركة، أو حركتنا تكون غير متزنة. 15، ما التشابه بين المعدة والقلب؟ التشابه أن القلب والمعدة يتكونان كلاهما من عضلات لا إرادية. إذن 16، ما خطوات انتقال الإعاز العصبي في جسم الإنسان عند سماع رنين الهاتف؟ الجواب سرعة الرد، يعني سرعة رد الفعل راح تكون عليه مؤشر على نشاط الدماغ في نقل الإعاز. يعني أول ما حنسمع الرنين، الجواب 16 إيه. ما خطوات انتقال الإعاز العصبي في جسم الإنسان لما نسمع رنين الهاتف؟ أول شيء صوت الرنين راح ينتقل إلى الأذن، بعدين وين ينتقل الصوت؟ إلى الدماغ. الدماغ راح يرسل إيعاز إلى اليدين، فتقوم اليد بالرد على الهاتف. 17، أي العوامل الآتية مرتبطة بنسبة الذكاء عند الإنسان؟ العمر، لو سرعة الرد، لو حجم الدماغ،
أكيد سرعة رد الفعل هو هذا مؤشر على سرعة ونشاط الدماغ في نقل الإيعاز. 18. لماذا تكون أغلب أعضاء الجهاز الهضمي في الإنسان مكونة من العضلات؟ الجواب: لأن عملية الهضم تتطلب وجود حركة، وبما أن العضلات مسؤولة على الحركة لذا تكون أغلب يعني الجهاز الهضمي يتكون من العضلات، لأن قلنا أن الجهاز الهضمي يحتاج حركة حتى يهضم. فلهنا حبايبي يا رب تكونوا استفاديتوا، وانتهت مراجعتنا لهذا اليوم. نلتقيكم بدرس جديد، مع السلامة.